انطلاق فعاليات المؤتمر الافتراضي العالمي الثاني لدعم منظومة الابتكار والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وريادة الأعمال. صحيفة الأنباء العربية آن. AAN News. 19 نوفمبر 2021. تحت رعاية معالي الوزير الدكتور محمد عبد اللطيف محمد الفارسي وزير النفط والتعليم العالي، ينطلق المؤتمر الافتراضي العالمي الثاني لدعم منظومة الابتكار والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وريادة الأعمال. دكتور هنادي مبارك المباركي، رئيسة المؤتمر والمؤسس شركة إيكوسيستم للاستشارات الإدارية. صرحت الدكتورة هنادي مبارك المباركي رئيسة المؤتمر والمؤسس لشركة إيكوسيستم للاستشارات الإدارية عبر مبادرتها الخليجية التي تسعى للتنويع الاقتصادي وتحت رعاية معالي الوزير الدكتور محمد عبد اللطيف محمد الفارسي وزير النفط والتعليم العالي، ينطلق المؤتمر الافتراضي العالمي الثاني لدعم منظومة الابتكار والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وريادة الأعمال في الفترة من 16 إلى 18 نوفمبر من الساعة 3 إلى 12 مساء بتوقيت الكويت عبر منصة الذكاء الاصطناعي بمشاركة عالمية واسعة تفوق 300 خبير من 30 دولة و36 من كبار الشخصيات من الشيوخ والوزراء والدبلوماسيين والقياديين محليا وخليجيا وعالميا، ورعاية إعلامية خليجية حصرية لمجلة رواد الأعمال الخليجية. بيّنت دكتورة المبارك المستشارة في التنويع الاقتصادي في تصريحها صحفي بأن المؤتمر الافتراضي العالمي لعام 2021 يركز على 6 أهداف. أولاً، تعزيز مناخ الابتكار والإبداع وريادة الأعمال. ثانياً، إشراك المجتمع المحلي والخليجي في الأنشطة الابتكارية والإبداعية وأنشطة ريادة الأعمال من خلال إنشاء نظام إعلامي وتعليمي ووضع مناهج دراسية تعمل على نقل المعارف والمهارات للأفراد والمنظمات لتوظيفها من أجل توعية وتعزيز روح الابتكار وريادة الأعمال والإبداع. ثالثاً، دعم مجتمعات الممارسين وإصحاب المهن من خلال استدامة النمو الذكي والابتكار، وكذلك استدامة الاقتصاد عبر استدامة المناطق الذكية من خلال التكنولوجيا والتعاون والتعليم وغير ذلك من الاستراتيجيات الاقتصادية والاجتماعية. رابعاً، تبادل الخبرات مع الشراكات الفعالة في مجالات الابتكار والذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال. خامساً، وضع استراتيجيات وخطط تنفيذية لتسريع الآثار الاجتماعية والاقتصادية للابتكار والإبداع وريادة الأعمال على جميع المستويات الدولية. سادساً، تحديد التحديات والفرص لبرامج الابتكار والذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال. بيّنت دكتورة المبارك أن أحد أهداف المؤتمر المهمة هو دعم مجتمعات الممارسين وأصحاب المهن من خلال استدامة النمو الذكي والمناطق الذكية من خلال برامج نقل التكنولوجيا والتعاون مع التطبيقات الناجحة للاستراتيجيات الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية. إضافة أن أهمية برامج نقل وتسويق التكنولوجيا تكمن في تعزيز النمو والتنويع الاقتصادي على المستوى المحلي والعالمي وتسويق تكنولوجيات جديدة مثل الروبوتات والموبايلات، كذلك دعم المؤسسات الأكاديمية والجامعات لإيجاد حلول ابتكارية جديدة للمشاكل المجتمعية مثل الكارثة الصحية كوفيد-19 والركود الاقتصادي، وخلق فرص عمل جديدة لتقليل البطالة في المجتمعات العالمية. أوضح الدكتور المبارك بأن المؤتمر يأتي بالتزامن مع أسبوع ريادة الأعمال العالمية، في حين تكمن أهمية المؤتمر في الانكماش الاقتصادي الذي ألحق بالاقتصاد عالميا بعد جائحة كورونا الذي أدي إلى تراجع في النمو الاقتصادي والاجتماعي، فتسارعت الدول في إطلاق الحزم الاقتصادية والاستثمار في وضع الاستراتيجيات الداعمة والمسرعة لمنظومة ريادة الأعمال والابتكار، وتعتبر منظومة الابتكار
وريادة الأعمال هي أداة هامة للحكومات العالمية والمحلية والإقليمية لارتباط بالمؤشرات العالمية التي ترفع تصنيف الدول مثل مؤشرات الابتكار وريادة الأعمال والتكنولوجيا، وكذلك لما له من قيمة مضافة في تنويع الاقتصاد التكنولوجي وخلق فرص عمل جديدة وقطاعات تكنولوجية جديدة وزيادة الإنتاجية وزيادة عدد الاختراعات وحقوق الملكية الفكرية وزيادة عدد مراكز الابتكار وريادة الأعمال.